السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام، كنتمنى من الله عز وجل تكونوا في أحسن الأحوال. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتكم بشرة شانيل. ما تنسونيش اخوتي من لايك وتعليقكم بخصوص الموضوع. اليوتيوبر المغربية مانويلا الشرقاوي، واش ماشي من حق نسر راسي؟ إليكم التفاصيل والفيديو. أثارت المؤثرة المغربية مانويلا الشرقاوي تساؤلات متابعيها بخصوص حملها للمرة الرابعة، وذلك بسبب طريقة ردها على سؤال إحدى المتابعات عبر الإنستغرام بهذا الخصوص. ولم تنفي مانويلا الشرقاوي خبر انتظار مولودها الرابع عند تفاعلها مع أسئلة المتابعين، مستغربة سرعة انتشار الخبر رغم محاولتها التستر عليه. وكتبت الشرقاوي ساخرة: الله يعطيني وقفة سهلة بلا ما تصوني والطبيبة ديالي، انا نجاوبكم، انا بغيت غير نعرف واش ماشي من حقي نسر راسي، منين كتجيبوا الاخبار؟ بنات توتالوغ ما كنتش كنبكي، راه غير كدير لي تريتمون سيرن ديالي داكشي باش وبانو بحال كنبكي. ويلي انا نبكي، انا وليت كنضحك على بحال هاد النوع ديال الناس او ديال البشر. زعما جو مو سوي دي ما فهمتش، شي واحد حامل بقى انايا نقول له واش منيتك واش جو نيمبورت كو. صافي الله يسهل على كل واحد، والله يرزق كل واحد، والله يعطينا الجهد. والله كون كان عندنا الجهد ديال الوليدات راه ما نكرهش ندير حتى 10. والله العظيم لو كان عندي الجهد وحق الله ما ندير، ماشي خساره. ان احسن حاجه تكوني اونطوري بوليداتك وب بلا فامي ديالك. انا كنت محرومه من هاد لا سونساسيون، انا اللي عارفه بالقيمه ديال العائله وبقيمه ديال الخوت والوليدات، ماشي حاجه زوينه والله. فوالا هادشي اللي كاين، والله يهدي مخلق. فالف مبروك عليها والله يكمل عليها بالخير، والله يعطيها وقفه سهله، والله يفرح اي وحده بالذريه الصالحه. فكنتظر اخوتي تعليقاتكم بخصوص هذا الموضوع. شكرا على حسن المتابعه، الى فيديو قادم ان شاء الله، مع السلامه.